الميثاق الجماعي بنقاط قوته وضعفه كان اليوم محور نقاشات مستفيضة لليوم الدراسي الذي نظمه حزب التجمع الوطني بالدار البيضاء في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة. ندير واحد التقييم اللي هو موضوعي لهذه التجربه اللي اليوم هذه كما قلت 10 سنين وحنا فيها. اذا لازم منا اليوم اننا نقوم بواحد الوقفه، ولازم اننا نشارك واحد المجموعه ديال الفاعلين، منهم منتخبين اللي كيمارسوا يوميا في ظل هذه التجربه، منهم الباحثين الجامعيين اللي كيقوموا بالابحاث في ظل في هذا الميدان. الاختلالات الكبرى الموجوده في بلادنا هي اختلالات مرتبطه بتدبير المجال، واختلالات مرتبطه بالصلاحيات اللي خص يكون عند الجماعات في تحمل المسؤولية وفي تدبير الشأن العام. ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا مبدأ دستوري اليوم.